افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ندوة بيئيون بالفطرة التي نظمتها جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية في نادي بابكو بمنطقة عوالي. وخلال كلمة له رحب الدكتور ميرزا بالمشاركين، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومؤكدا على أن أهداف الفعالية تلتقي مع أهداف هيئة الطاقة المستدامة. وأضاف ميرزا أن هيئة الطاقة المستدامة لها دور محوري في حماية البيئة من خلال تنفيذها للأهداف الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر لتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وإدخال مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025. وأكد ميرزا أن مملكة البحرين تدعم دوما كل الجهود والمبادرات، سواء من القطاع العام أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، الرامية لتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل التلوث وتنمية الوعي بالحفاظ على البيئة ومكوناتها. من جانبها بيّنت رئيسة الجمعية السيدة منى العلوي بأن فعالية بيئيون بالفطرة تدعم بشكل كبير الأهداف الوطنية التي تسعى هيئة الطاقة المستدامة لتحقيقها، لكون رسالة الفعالية ومحورها هو إيقاظ الحس الفطري لدى الجميع بحماية البيئة.